عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لكل قوم عيد. النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لكل قوم عيد. حضراتكم، الاصطلاح المصري التراثي شمتو، والتعبير المصري المعاصر شم النسيم. حلو. وهو يوم الزينة الوارد في الآية القرآنية حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى